يقول صلوات ربي وسلامه عليه: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة. وتمتعوا بهذا المشهد يا أحبة رسول الله، إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره. عندما ينشق قبر الإنسان يوم القيامة، يخرج الإنسان من قبره، يلقاه كالرجل الشاحب. يصور لك الله عز وجل يوم القيامة القرآن الذي كنت تقرأه كالرجل الشاحب، شاحب مصفر الوجه وذبلان وما إلى ذلك، كالرجل الشاحب. فيقول لك هذا الرجل الشاحب وهو القرآن في صورة رجل، وأنت انشق عنك قبرك وخرجت إلى أرض المحشر يوم القيامة، يقول لك القرآن وهو على شكل رجل: يا هذا أما عرفتني؟ يا هذا أما عرفتني؟ هو يخاطبك أنت، فتقول أنت: أنا ما عرفتك. فيعيد القرآن عليك السؤال وهو على شكل رجل شاحب مصفر مذبال، يقول لك: أما عرفتني؟ فتقول: ما عرفتك. الآن هو سيحدثك، سيقول لك: أنا صاحبك القرآن. الله أكبر، بشارة. تخرج من قبرك يبشرك، يقول لك: أنا صاحبك القرآن. ومن كان صاحبه القرآن فقد فاز فوزا عظيما، ومن كان صاحبه كلام الله عز وجل فقد فاز فوزا عظيما. يقول لك: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر، عطشتك والشمس سخانة وانت صايم وما إلى ذلك، وفي صلاة التراويح قايم بالناس وهذه عروقات وكذا، أضمأت بك الهواجر، عطشتك وتعبتك. أنا صاحبك القرآن، أنا الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك. الناس راقدين وانت قايم تصلي لله عز وجل، الناس راقدين وانت تقرأ في القرآن، الناس راقدين وانت تناجي في الله عز وجل، وأسهرت ليلك. هناك من يسهر، إنسان يسهر مع السهرات، وإنسان يسهر مع اللهو، وإنسان يسهر مع المسلسلات، كل يسهر مع ما يحب ويحب رسول الله، وأنت صاحبت كلام الله عز وجل، سهرت لأجل كلام الله عز وجل. هو الجزاء من جنس العمل، غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحسد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء حسب عليه، ومن حسب على شيء إما إلى جنة وإما إلى نار كما يريد الله الواحد القهار. يا جماعة الخير، تذكروا أنه من أدركه الموت وهو يصلي يبعث يوم القيامة من قبره إلى أرض المحشر وهو يصلي. من مات وهو ساجد لله يبعث يوم القيامة من قبره وهو ساجد لله. مات وهو يقرأ القرآن يبعث يوم القيامة وهو يقرأ القرآن. مات وهو يطوف بالكعبة يقول لبيك اللهم لبيك، يبعث إلى أرض المحشر يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. مات ومخمور، نسأل الله العافية والتوبة للجميع، يبعث يوم القيامة كل امرئ على ما تاب عليه. اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين. فيقول القرآن لصاحبه: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك. وإن كل تاجر من وراء تجارته، كل واحد تجر في حاجة تجارة نتاعه معاه، وإنك من وراء كل تاجر، أي أفضل تجارة راك تجرتها مع من؟ مع الله. وأنت أنت الفائز وأنت الرابح. إن لكل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تاجر. هاي الهدايا، نختم بهاته الهدايا. يا من تقرأ القرآن وتحفظون القرآن وتحفظون أبناءكم القرآن، وتصرفوا على القرآن وتسهروا على القرآن وتبكيوا لأجل القرآن لأجل إعلاء القرآن، هاوش يعطيكم الله عز وجل. فيعطى الملك بيمينه، يعطيه الله عز وجل الملك بيمينه. من؟ الله عز وجل، هدايا الله. يعطى حافظ القرآن الملك بيمينه والخلد بشماله. الملك والخلد، احنا الدنيا دي الناس كل تجري على الملك والخلد. هنيئا لك يا صاحب القرآن، لقد رفعك الله عز وجل بأن حملت كلام الله بين جنبيك، فهي الجوائز الآن توزع. اسمع وأعد أحبة رسول الله. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار. كين تاج يعطيه لك الله عز وجل، يوضع فوق رأسك يا حامل القرآن، وهو تاج القرآن. الهدايا للوالدين، اسمعوا: ويكسى والديه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا. شوفوا حلتين، يعني أهل الدنيا ما شافوهم في حياتهم، هم من حلل الجنة ومن كرامات الله عز وجل. الوالدين تاع الطالب اللي حافظ القرآن، حلتين عجيبتين عليهما نور من عند الله الواحد القهار. الوالدين يتسألوا، الأم والأب يتسألوا: بما كسينا هذا؟ منين جانا هذا؟ احنا ما عملنا عمل نكسى عليها، نكسى بهذه الطريقة، والملأ يتفرجون. سبحان الله. فتأتيهم الإجابة
بأخذ ولدكم القرآن الكريم. كيهز ولدكم وحفظت ولدكم القرآن، هاي الهدايا نتاع الله عز وجل يا أحبة رسول الله. ولذلك يقول أحد الصالحين: علم ابنك القرآن وسيعلمه القرآن كل شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركات من شهر رمضان أن يبلغنا الله عز وجل ليلة القدر، وأن نكون يا أحبة رسول الله من يقوم رمضان إيمانا واحتسابا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.